حضر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك مجلس العزاء الذي أقيم في العاصمة المؤقتة عدن المغفور لها بإذن الله تعالى والدة مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان. وقدم رئيس الوزراء العزاء للسفير مجيب عثمان معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب، وابتهل إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.